أهلا بحضراتكم من جديد. في الوقت اللي مصر بتحتل فيه للأسف التصنيف الأول أو المرتبة الأولى عالميا في حوادث الطرق السريعة حول العالم أو طرق الموت كما تسمى دوليا بأسباب مختلفة، وآخرها كان حادث دهشور اللي كلنا شفناه وراح في ما يقرب من حوالي 60 ما بين قتيل ومصاب. في هذا التوقيت وفي خضم هذه المأساة اللي احنا بنعيشها مصر من شمالها لجنوبها ومن شرقها لغربها، والاسم هو المرور أو حوادث الطرق، تأتي شابة مصرية هي أستاذة دكتورة مصرية، وهي الدكتورة سماح طنطاوي، هي باحثة في إحدى الجامعات الكندية تحديدا في تورنتو. بنت مصر، بنت النيل الموجودة في كندا، قدرت بشطارتها وبموهبتها وفي أجواء محمسة ومشجعة وتدعو للابتكار أن تتوصل إلى نظام مروري جديد مبتكر، مش بالنسبة لنا احنا في مصر، لا والله ده مبتكر بالنسبة للكنديين في تورنتو. هذا النظام المروري للحد من حوادث الطرق وحوادث أو الاختناقات المرورية المتعددة، ونجحت أو نجح هذا الابتكار للدكتورة المصرية سماح طنطاوي في تخفيض نسب الاحتقان المروري والاختناقات المرورية في كندا في هذا الإقليم المزدحم في تورنتو بنسبة 40%. تعالوا مع بعض نشوف التقرير التالي حول سماح طنطاوي ثم نعود. لكل مشكلة حل، حتى وإن كانت هذه المشكلة هي الاختناق المروري الذي تعاني منه معظم عواصم العالم. فقد تمكنت الباحثة المصرية في جامعة تورونتو بكندا سماح طنطاوي من إيجاد حل جذري لهذه المشكلة يعتمد على نظام ذكي جديد لتشغيل إشارات المرور. الابتكار الجديد الذي احتفت به وسائل الإعلام الكندية واعتبرته الحكومة حلا جذريا للأزمة المرورية أطلق عليه اسم مارلين، ويعتمد على نظام جديد للتحكم في الإشارات المرورية باستخدام الذكاء الاصطناعي، بحيث تدير كل إشارة مرور نفسها بشكل لا مركزي وفق وضعها وحجم التدفق المروري عليها. كما تقوم الإشارات وفقا لهذا النظام بإرسال إشارات تحذيرية للإشارات الموجودة في التقاطعات المجاورة حتى تستطيع تحديد مدة انتظار السيارات في الإشارة، وهذا في النهاية يؤدي إلى انسياب مروري على مستوى شبكة الطرق بأكملها. نظام مارلين الجديد تم اختباره على شبكة طرق تحتوي على 60 تقاطعا في مدينة تورونتو، ونجح بالفعل في تخفيض معدل ساعات التكدس المرورية بنسبة 40% وخاصة في أوقات الذروة. والله في الموضوع اللي احنا بنعرضه على حضراتكم ده شيئين عكس بعض، يعني الشيء المفرح المبكي، شيء مفرح ان بنشوف عقول مصرية بتنير سماء العالم وبتحقق الامن والسلامة للمواطنين في العالم المتقدم. الشيء المحزن ان احنا في امس الحاجة الى هذه العقول، وبالتأكيد غير الدكتورة سماح هناك كثر على هذا القدر وهذا المستوى من النبوغ، لكن يبدو انه لا كرامة لنبي في وطنه، او بالاحرى اللي موجودين هنا مش عايزين يسمعوا كلام حد. عموما اسمحوا لي ارحب بضيف الكريم في الاستوديو، اللواء يسري الروبي، الخبير الدولي للمرور والانقاذ والتدخل السريع في الحوادث. اهلا بيك يا فندم. اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك. يعني هل تتفق معايا ان لا كرامه للنبي في وطنه؟ هو انا قدامي قامه وقيمه زي حضرتك، من شويه لسه بنتكلم على الدكتوره سماح طنطاوي واللي هاخد من حضرتك اكيد تعليق على هذا الابتكار اللي هي احدثته، لكن في حد في مصر بيسمع لكم مع حوادث الطرق ومع المشكلات اللي احنا بنعاني منها؟ في حد بيخبط على بابكم يقول لكم تعالوا اتفضلوا اشربوا معانا فنجان قهوه ونقعد نتكلم ونشوف ابتكاراتكم وارائكم؟ قله، واحنا اللي بنخبط على بابهم مش هم اللي بيخبطوا على بابنا. بمعنى ايه؟ يعني اذا بعدنا عن العلم لا مفر من العلم الا اليه، والعالم كله بيحل مشاكله بالعلم طبعا. يعني حتى الدكتوره اللي حضرتك بتتكلم عنها مشاكلها المشكله علميه وشغاله بالجي بي ار والحصر ونظام تاني خالص غير اللي عندنا. واحنا عندنا نظام اساسا ولا ما عندنا؟ لا 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 مبدئيا يعني لا لا، احنا كل واحد بيطق في ذهنه فكره بيقولها، وبعدين انا بقولها هي وبعلنها صريحه، احنا مشاكل المرور ليست مشكله موضوع تعبير او انشا كل واحد يقول له كلمتين محسنات لغويه والمصري يقدر وابدا بنفسك، ايه الكلام اللي ملوش عازه ده في الموضوع ده؟ مش حلول. ابدا بنفسي ازاي؟ يعني انا قاعد قدامك يا عمرو بيه دلوقتي بقول لك اديني مليون جنيه از مومنت، وانت في جيبكش لا الاندفكيشن كارت ولا المليون جنيه، ادهم لي ازاي؟ المصري يقدر، انا هغير، انا بعرف صيني هغير الصيني، رد عليا بالصيني تقدر؟
ما اتعلمتوش في ظروف في عوامل ما اتعلمتوش عشان ترد عليا الانسان طبعا اذا يعني. النهارده انا المصري يقدر يعمل حاجات كتيره قوي بس لما يتحط على التري العلمي كويس يتحط يلاقي فيه ناس تسمعه يعني انا في عندي حاجات لازم اشيد بيها سمعوني في مصر ويمكن هم ما طرقوا ما مش انا اللي طرقت بابنا وطرقنا بابنا احنا الاثنين مع بعض مين يا فندم دول اللواء دكتور احمد جاد رئيس اكاديميه الشرطه واللواء كل التحيه والتقدير واللواء حقيقة. دكتور اكرم كراره مدير الكليه مظبوط لو احنا شفنا السنه اللي فاتت طلعوا 2000 ضابط ويل اديوكيتد ويل اورجنايزد ازاي بس ناقصهم حاجه تانية عايز اقولها لك عشان نبتدي اكيد هنيجي ده انما على الاقل بنقدر نقول ان عمل. وده شيء جيد بس ده فندم شقه احنا بنتكلم على الاعداد الخاص بضابط المرور ما هو ده لسه عايزين نشوف طيب مين اللي بيخطط للمرور في مصر ما هو ده هي وزاره الداخليه اللي بتخطط وكليه الشرطه اللي بتطلع ضابط المرور أيوة وعسكر المرور مين ضابط المرور ولا الدوله وزاره النقل وزاره التخطيط لا 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 مش مين اللي بيخطط لا 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 صاحب المرور اللي ليه الابر هاند هو الترافيك كنترول اللي بيتحكم ضابط المرور طيب جميع الجهات الاخرى معاونه حتى اذا كان عندي عقيد دكتور طب اسمح لي بقى دكتور اسف يا سياده اللواء دايما بنسمع مقوله من مسؤولين عن اداره المرور في الداخليه المصريه بيقولوا يا جماعه ما تحملوناش اكتر مما نحتمل احنا مهمتنا وحضرتك صحح لي برضو هذا المفهوم على لسانهم احنا بندير السطح بمعنى حضرتك بتديني سطح شارع منطقه حي وانا بديره لك عند قافل هنا وقافل هنا وفاتح هنا وبان هنا عشوائي وهنا مخالف وهنا بقى جائلين انا بدير لك السطح مين هنا المسؤول بقى بس انا عايز اقول حاجه يعني انا حتى قانون المرور اللي بيطلع من مجلس الشعب انا المسؤول عنه مش مجلس الشعب يعني اذا كان في غلط كداخليه يعني انا اللي بقدمه كداخليه والمجلس بيعتمده يعني انا اللي بقدم مشروع قانون المرور من عندي من الاداره العامه للمرور من الداخليه جميل والمجلس هو اللي بيعتمده فاذا كان المشروع المقدم ارتقى هيطلع برضه طب من هي من امتى البلد واضح الحوار دخل سخن يعني من امتى البلد بتمشي بالقوانين طب ما في قوانين كتير ما بتتفعلش المهم القانون اللي ينفع ما انا عندي غابه من القوانين بالظبط غابه انت عارف من يعمل فكريه الدكريتو والفرمان ومش عارف خلي الداخليه تصدر قوانين زي ما عايزه لكن باقي التنظيم اخبارات في الدوله إيه؟ كل واحد في جزيره وبعدين عزل. هل انا مطالب ان انا اطبق او انا كضابط شرطه اخد كل القوانين عندي معرفه بالقوانين اللي طلعت من الدكريتو والفرمان لا انا اختصروا لي انا مطلوب من المشرع الاتي مطلوب من المشرع الجديد اللي هيبقى لي في مجلس الشعب ان هو يعمل لي قانون مرور يصلح بالتعليم يعني غير سليم او غير صحيح او غير مقبول ان السواء بتاعي من غير مدرسه السواء اللي بيتعلم من غير مدرسه اطلع قدام تعالى ورا خد رخصه خدمها كبير شويه عيش في الارض فتح. ده لو راح ده لو راح المرور في لا بيروح لازم يعني. دلوقتي عشان دلوقتي لازم يقعد قدام الكمبيوتر عشان يصور بيجي يخلص يعني لازم معلينة. يروح معلينة. انما اذا كان في تخليص فهو في تخليص برضه يغششوه في الكمبيوتر بتاع مش عارف ايه انما انا بقول لحضرتك لازم يروح انما النهارده انا بقول سواء من غير تعليم ده التعليم بره بيبقى 6 شهور ولما انجح فيه كاني بيعملوا لي حفل طيب. الجواز هدخل معاك مع حضرتك في كل التفاصيل دي انما حضرتك بتحمل العبء الاكبر او المسؤوليه نقدر نقول الكبرى لوزاره الداخليه اللي هي الكنترول مانجمنت ومش وزاره الداخليه بس بتسميها لا جي. الحته صغيره في وزاره الداخليه المسؤول عن المرور في وزاره عن المرور بمعنى بس. هو ضمنا يعني طيب خليني ابدا مع حضرتك بقى ايه ونشرح المسألة دي من وجهة نظر دولية وخبرة عالمية. اولا هحط قدام حضرتك كده بيان ان مصر الاولى قدام طبعا حضرتك المشاهدين مرة الاولى ومرة التانية انا مرة الاولى احنا بندافس مع مين بقى السعودية مع السعودية ما يعني في نظام مروري في السعودية لا لا بس لا, لا السلوكيات هنا بقى لا مش السلوكيات احنا دايما بنمسك في النهاية الطرفية للمشاكل السلوكيات دي نهاية طرفية نهاية طرفية طب انا هقول لحضرتك معلومة صادمة روت اوف ذا بروبلم طيب طب حل المشكله من جميل إيه؟ جميل جميل طيب انا قدامي هنا بقى من الاداره العامه للمرور احصائيه باسباب ال 100% اسباب الحوادث تمام تعالوا نشوف ايه اسباب حوادثنا في مصر ما تقلقش الاول يا عمرو مش اسباب عوامل مؤثره لا لا عوامل في الحادثه ليها فاكتورز وليها كوز تمام الفاكتورز مش مهم عندي انما هي اذا مع وجود الكوز اللي هو العامل اللي بيأدي تسرع بالدخول في الحادثه تمام انما الكوز من غير الفاكتورز ممكن يدخل الحادثه خلينا بس الدكتور يا ست اللواء عذرا برضو لان يعني ايه حبه علينا طيب عشان نقدر ايه نتناول المساله دي بالتفصيل في 80% من الحوادث اللي بتحصل في مصر نتيجه لسلوكيات قائد المركبات دي نمره واحد 80% تقول عليها جهل قائد المركبات سيان تمام لا مش سيان طيب ماشي السلوك ده بسبب ان هو مش عارف اللوائح والقوانين وما اتعلمهاش وما امتحنش فيها ومحدش بيعرف انا الحلول بتاعتي اللي هنتكلم فيها من هنا لاخر الحلقه مع تمام. بعض بنسقطها على اطراف المنظومه باربع حاجات اديوكيشن تعليم تريننج تدريب
نوليدج معلومات تمام. اويرنس توعيه التوعيه مظبوط. اخر حاجه احنا بنقول سلوك التوعيه طيب. مش كده بس هي في النهايه في النهايه نتيجه للاحصاءات اللي قدامنا 80% من الحوادث بتحصل ان الراجل اللي سايق او اي وسيله نقل اما ان هو بقى بنشوف في النقل متعاطين مخدرات جهل. حتى اللي بيتعاطى جاهل لو سلوكيات عرف المرور لو عرف تمام هيتعاطى بيعدي المزلقان والجرس عمال يرن وهو مش عايز يسبق ده لو رن كمان اه طيب 12% عيوب في المركبه نفسها سواء بنشوف في الحوادث طرق فجأة كده العربية تمشي في سكة والمقطورة في سكة يبقى عشان عندنا الاستابيليا هنرجع لكل ده يبقى 80% بسبب سلوكياتي وسلوكيات حضرتك 12% بسبب العربية ووسيلة المواصلات أو الميكروباص أو التوك توك اللي احنا راكبينه 5% نتيجة للطرق الطرق الموجودة في مصر و 3% عوامل جوية الحمد لله الجو عندنا تقريبا عوامل المناخ مسألة الشبورة والكلام طيب نبتدي مع بعض في الأسباب أبدأ معاك بفكرة السلوكيات المواطن واضح ان المواطن بيتحمل جزء كبير حتى الان بسبب او من غير سبب بمسؤوليه او بدون مسؤوليه ارجوك وضح لي ما هو المواطن ده انا عايز اقول لك على حاجه حتى الطفل اللي لسه ما طلعش الحياه في بطن امه بيدفع ثمن الكلام ده يعني اوعى تفكر ان انت لما النهارده انا جاي لك هنا انا خدت ساعتين من ميدان الرمايه حتى مدينه الانتاج الحمد لله على السلامه يا فندم الله يسلم حضرتك طبعا لازم يباركوا لي طبعا يعني انا ده الساعتين دول نقدر نقول ايه من عمري أكيد. من عمري ربنا يديك الصحه والعافيه يبقى انا كل يوم بيضيع مني ساعتين بدون الساعتين دول ضاع منهم قد ايه بترول مدعم الموتور داير الساعتين دول ضاع منهم قد ايه ساعات عمل حكوميه وساعات عمل خاصه الساعتين دول عملوا بيلوشن واكزوز في الدوله قد ايه من نتيجه العادم التلوث الساعتين دول عملوا قد ايه من ترافيك نويزي الضوضاء الساعتين دول عملوا قد ايه من حاجه بقى مهمه قوي الاوفرلود تنشن او غضب الطريق بص لا الاثنين بيتخانقوا مع بعض وقافلين السكه وده جايب فاتح دماغ ده وده فاتح دماغ ده او راح يتخانق مع مراته لا يعني ده لو روح انما فعلا انت بتفرج على فيصل والهرم وبتاع سواقين الميكروباص كل واحد شايل عتله ونازل فاتح دماغ ده وفاتح دماغ ده وقافلين الشارع الدوله بتخسر المحروسه بتخسر قد ايه هو ده الكلام اللي احنا نحسبه تمام. لان في نتائج ريزالتس مباشره وفي نتائج اندايركت جميل طيب خليني امسك مع حضرتك بقى المحاور الاول نشوف الناس اللي بيسوق المركبه اما من مركبه خاصه او نقل جماعي او ما شابه بقى والقطارات ونحدث ولا هو مركبة والعبارات بقى وكله مركبة يعني. القطارات والعبارات ما تعتبرش مرور بري تمام يعني انا عندي مرور جوي مرور نهري مرور تمام. بري طيب نخلينا في بتوع البر او المرور المشترك جميل طيب خليني ابدا بس الاول مع حضرتك المواطن اللي بيسوق ايه الثغرات الموجوده عندنا في مصر اللي انت شايفها حضرتك انها كارثيه في المرور المصري اللي بتؤدي في النهايه ان المواطن ده 80% من الناس اللي بتسوق لازم تعمل حادثه ايه هي الاسباب 1 2 3 4 ليس بخريج مدرسه لان انا لما اخش مدرسه بيعلمني الاول يقول لي جلستك في بالمناسبه الكتاب اللي انا زي اللي اديته لحضرتك ده يا ريت الكاميرا تجيبه لي انا جايبه هديه لمصر بدون مقابل انا ومطابع الشرطه لكل من يرغب في الحصول على رخصه القياده وده الجزء 26 بالعربي من السلسله اللي انا بصدرها واللي انا ليه 114 كتاب فيها باكثر من لغه تمام ده انا بهديله هتبص لو فتحته حضرتك تلاقي ان من اول ما دخلت العربيه انت ما تخش العربيه كان من اقرب باب وتخش لا ده انت بتخش تلف لفه وتخش من بابك من السكه الطويله عشان تشوف الاطارات عشان تشوف السوائل اللي نازله ايه فتصلح علشان يعني اللفه بتاعتك دي تعفيك من كارثه بنزين اول ما تدور هيولع العربيه تعفيك من كارثه ففي حاجات كتير انا مش قادر اقولها دلوقتي طبعا تمام. انما تعفيك من كارثه بعد كده جلستك في العربيه شكلها ايه انت عايز تدي رجلك تقول له انا عايز ادي رجلي فرماله نص نص عشان البنت اللي في اخر الاستديو ما اصدمهاش انا شفت بنت معديه يسري روبي خدت قرار في دماغي ما انا اول القياده عباره عن استقبال بالحواس اتخاذ قرار 30 ثانيه في دماغي السيطره بادوات الكنترول على عربيتي لو كان القرار بتاعي ان ادي فرماله نص نص يا يسري يا روبي علشان ما تضربش البنت دي جيت ادي النص نص دي علشان الكرسي بتاعي كان بعيد فهتطلع ربع ربع فحموت البنت جيت ادي الفورمالا دي النص نص عشان الكرسي بتاعي مكرس لقدام فهيطلع امرجنسي ضغطت جامد فاللي ورايا هيشيلني مظبوط فبقت من قدام ومن ورا مظبوط شوف بقى الكلام شكله ايه جميل. وقص على هذا المنوال ازاي تعرف تقرا ازاي لما تخش في الكريتيكال سيتويشن تتصرف ازاي الاطارات شكلها ايه ازاي 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 موضوع كبير جدا 6 شهور دراسه في الخارج وممكن تسقط والاخر لما تنجح يعملوا لك حفل اكبر من حفل جوازك طيب النهارده بيقولوا طب احنا لو حد بيسمعنا من الساده المحترمين في وزاره الداخليه ودار العمل المرور طب احنا عندنا
مدارس للمرور ولازم اللي بيروح اين هي؟ ما انا بقول لحضرتك هو هيقول لنا كده وهي فعلا موجوده، انما المشكله بقى في ايه؟ هل المشكله ان الوزاره بتغمض عينيها تقول هو انا هلحق؟ طيب نسهل على الناس ونسهل على بعض الناس في مش عايزين نزعل الناس. فمين بقى يتحمل المسؤوليه؟ المواطن اللي بيلح ولا الوزاره اللي عايز تخلص؟ لا انت لو عندك ابن عايز يولع النار وعايز يمسك السكينه وعايز يعمل كده، انما انت كل بتقول له غلط، انت الانفورسمنت. جميل. حتى انا تمام. اسم يسمى بالنسبه لي قانون الراجل الترافيك سيفتي بيسمى بره ايه الراجل المرور، يسمى اوريك احنا بنسميه ايه وبنعمل حمله التوعيه شكلها ايه، وهو اسمه مطلوب منه ايه، هو اسمه مطلوب منه ترافيك كنترول انفورسمنت، قوه تنفيذ القانون، تنفيذ القانون بالقوه. مظبوط انفورسمنت يعني باي ذا اوردر اوف لو، مش بمزاج. وانا هنا بقول يعني. ايه احنا عندنا حمله ان شاء الله هنحل فيها المشكله، توعيه للمواطن اسبوعين، اذا كان السيد رئيس الجمهوريه ما قدرش يحلها في 100 يوم او نحلها بقى في اسبوعين. وده هاجم حضرتك على الحمله، الحمله بتاعت التوعيه وانا دي مش وظيفتي. هل يا فندم الحمله، عفوا يعني بس في بس ملحوظه، ان الحمله كان بتبقى هي عباره عن لجان بيشوف الرخصه، رخصه اللي متفضل فين بقى التوعيه؟ للاسف الشديد فين التوعيه؟ هو التوعيه لا هو قال لك حسيب هقول له انت عملت كذا، زي ما بيجي بالظبط يقول لك ايه وانت داخل كده على 6 اكتوبر يقول لك الرادار الصديق، ده كلام هرطاقه. يعني ايه رادار صديق؟ انا تنفيذ القانون بالقوه، وقعت خالفت احاسبك تمام، انما اقول لك انت ماشي بغاب السرعه بس خف سرعتك، يبقى ده بقى ايه؟ ده بعيد عن شغل خالص، ده بتاع المجتمعات المدنيه، ده بتاع حضرتك الصحافه انما مش بتاع راجل انفورسمنت. تطبيق القانون بحزم بالقانون ابتداء من الحصول على الرخصه. وبعدين الحصول على الرخصه ما تتاخدش الا بتعليم. اول حاجه يبقى المشرع عندي راجل مال هدومه وقد حاله ويطلع، يعني مثلا ايه ما يجيش يقول زي القانون اللي انا بتصدق بيه والجميع بتصدق بيه ويقول ان القانون المصري عندنا زي الفل، لا مش زي الفل. القانون الاخير، القانون الاخير بيقول لحضرتك ايه؟ ان لو مشيت الانثى عكس الاتجاه تتحبس 3 شهور ولا تدفع 3000 جنيه غرامه وتتحبس. انا مع هذا، تصور بقى، بس قبل ما تقول لي تتحبس اعمل لها محبس مروري، ما تحسهاش مع بتاعه الاداب جنائي. وبتاعه المخدرات بس جنائي. هتطلع معاهم تمام. لا طبعا يعني عندها الانكم اكبر اكيد. بس انا طبعا يعني حضرتك عايز تقول ان المخالفات المروريه يبقى ليها تشانل، ليها مجرى اجرائي خاص. المخالفه المروريه انا عندي وكيل النيابه وضابط الشرطه والجميع بيعملها معامله خاطئه. المخالفه المروريه اسمها عنصر بانشمنت، عقابي. اللي انا اقدر اوزع منه مكافاه تمام على ضابط المرور، على وكيل النيابه، على مدير المرور، على كل الكلام ده، لا يصح ان انا اخد من العنصر العقابي، انا اخد من الانكم تمام. وان ذات ذا جريت ديفرنت بتوين انكم بانشمنت. طيب يعني ده كلام ما بيعملوش اي بلد. طيب. في العالم حد يقول لحضرتك بيسبب لغه ان انا عندي انفليشن على الجنيه المصري، مساله التضخم والكلام ده انا مع حضرتك، لكن في حد ممكن يقول لحضرتك ايه؟ طب ما الدوله برضو مش بخلانه، في بيتركب رادارات، في بيتركب على المحور كان في رادارات الثابته والناس كسرتها والناس عرفت اعمل كده. مش هاخد من البانشمنت عشان من الرادارات، ولا قطع غيار الرادارات وانا خبير رادار في الميدل ايست اريا كلها، ولا اقدر اجيب منها قطع غيار لتشغيل الرادار، انا اخد من باب تاني في الميزانيه، جاي من انكم، ماخدوش من يعني انا بس ما بتكلمش على دوت على توفير على توفير الامور الماديه او التكنولوجيا، انا بتكلم على تقبل المواطن، الناس نفسها اصبحت بتتحايل على القانون اللي هو في النهايه بيحميه، يعني في النهايه يا فندم الرادار ده انا بجيب جهاز كده بحطه في العربيه عشان يكشف لي الرادار، لا اعدي الرادار وامشي بعد كده على 220. كل ده كلام مش مظبوط، لان ما انا بتكلم هنا ان ممكن الدوله توفر لكن المواطن ما عندوش استعداد. كمان الرادار بدرسها لولادي ازاي؟ بدرس كمان الرادار اثنين، في كمين بادجت وكمين ان بادجت، كمين البادجت اللي هو ايه معلن. وده ايه؟ في حته هنا في الطريق مقلوبه السوبر اليفيجن درجه الميل فيها بيسبب لي الكارثه، بيتقفل بسرعه عاليه بيموتوا. فقبلها بعمل رادار. انا احط الرادار ومش شغال. بس حكمت الطريق وقلت للناس كمان ان خلوا بالكم ان في هنا وانوار وبتاع ان هنا شغال. مزبط. تعرف ان النقطه دي تتحكم عندي، دي اسمها بلاك سبوت، تتحكم عندي بالاسلوب ده. وفي رادار ان بادجت، الرادار الان بادجت لو ما اكتشفهوش المواطن هبقى انا ظابط خايف، اللي هو المتحرك، لا المعلن عنه تمام، لو ما اكتشفتهوش حضرتك وانت سايق بقى انا ظابط خايف. الرادار الان بادجت الغير مخفي، المخفي تمام. لو اكتشفته ابقى انا ظابط خايف. تمام. شوف الفكر شكله ايه. المواطن عنده كله عند العرب، احنا مش عارفين بقى. ايوه عشان ده ما درسوش، بنلبس في الرادار في ما درسوش حاجه. طيب. حاجه في سؤال احنا يعني عفوا للساده المشاهدين اللي ظهروا
بعض الدول العربية، وهنقول مش هنقول بقى ان في دول اعلى ودول متقدمة ودول اقل شوية، انما دول عربية زينا او في ظروف يمكن اقتصادية اقل مننا وتكنولوجيا اقل مننا. اغلبية قوانين الدول العربية واغلبية الحقائق التدريبية في الدول العربية بتاعت العبد الله اللي قاعد قدامك يا فندم. ربنا يا رب ينفعنا بيك يا رب. طيب دلوقتي بنلاقي ان في ضابط المرور قاعد فاتح باب العربية وماسك من الشباك جهاز كده عامل زي المسدس بيستو الجن. طيب حركة رادار بيستو الجن. تمام ماسك الجن ده بتاع الرادار وعامل العربات اللي بتيجي في وشه كلها واللي مغادرة واللي مغادرة. جميل جدا جميل. ليه احنا ما عندناش ده؟ ليه انا ابقى عارف فين اماكن الرادار في الصحراوي واستنى واحد بتطالب يقلب نور؟ انت بتطالب بيه؟ انا اقول لك لا ما تجيبوش عندي. ليه بقى؟ ليه بقى؟ لانه نان اكسبكتنج والعياريه بتاعته تفرق بلس ماينس 15% مش دقيق فبيتظلم. يعني مش دقيق. ليه؟ لانه بيعتمد على الانجل والليفل. تمام. فالاثنين دول فيهم نسبه ايرور. طب ما فيهوش عنصر تخويف يا فندم؟ طب يا فندم ما فيهوش هنا بقى عنصر تخويف للراجل اللي سايق على طريق الغردقه ولا سايق على طريق شرم الشيخ ولا على الصحراء يبقى عارف ان العربيه دي تبقى واقفه ممكن تلقطه في اي مكان غير كمين السلك؟ انا ممكن اعمل له ايه؟ انا ممكن اعمل له ايه بس الكلام ده ما كنتش احب اقوله على الهواء. انما ممكن انا عندي اثنين رادار مثلا وحدتين رادار في المنطقه الاولى في اسكندريه الصحراوي من هنا لغايه الريست وعندي اتجاهين بيحكمهم مثلا حوالي 100 وكذا كيلو 100 وكذا كيلو يعني 200 وبالرادار الاثنين احط 400 كابينه على عمود انما الرادار ده بيتغير كل يوم وحته اللي شيل منها الرادار احط مكانها في الجلاس بتاع الصوره فيبقى المواطن بيجي عند ال 400 وخايف لما تبطل 400 تنتظم في 400 حته على الطريق اسكندريه الصحراوي انت انتظمت. طيب احنا كقائدي مركبات في مصر كمواطنين مصريين هل احنا تفتكر حضرتك كده سيكولوجيتنا المروريه نيجي بالعقاب ولا نيجي بالتوعيه؟ لا المبدا عندنا من لا يرضعه القران يرضعه السلطان بس. في واحد هيجي بكده واحد هيجي مش بكده. يعني انا بس عايز اقول ايه يعني قبل ما نخوض في الجزئيات النهايات الطرفيه للمشكله اللي احنا بنتكلم فيها بس دي يا فندم دي برضه محوريه مهمة. يعني السلوكيات اللي احنا بنعملها مهمة. كل يوم دي انا بكلم حضرتك أنا ممكن اكون معدي مزلقان وتجاهل الاشاره وعايز اعدي بسرعه السلوكيات دي على العموميات في الاصلاح. يعني انا مش بقول لك نتجاهل هنتدرج اكيد لا انا مش عايز نتدرج انا عايز نقول الاول حلول المرور العلميه العالميه بره ايه ومن خلالها نسقط طب ما تيجي الاول ده هم كلهم سبع كلمات نشرح بس سبع الجثه اللي قدامنا دي وهنشرح عندنا حد بيودع وكل يوم والتاني حوادث قد كده يا سياده لو خلينا بس حضرتك قلت العفو يا فندم عفوا فندم حضرتك قلت مساله ان برضو العقاب شيء مطلوب لمن لا يرتدع. طيب هتحول بقى مع حضرتك لجزئيه اخرى بقى وهي مساله منظومه القوانين. منظومة القوانين لابد كلها تتلغي ونطلع بقانون واحد بس عشان الناس ما تتوهش فيه. يعني ما نبقاش حاطين قانون اللي معهوش رخص قياده وتسيير يدفع 50 جنيه ويتصالح ويمشي. ده عوار. ما بقاش نحبس الانثى وما عنديش محبس. ما نبقاش ده كلام كله عوار. فلازم نلغي كل الكلام ده ونبتدي نحط نسال اهل الذكر. الذكر. وكمان مره الذكر. ونقول لهم تعالوا حطوا لنا بقى تعالوا اشتركوا معانا ومش عيب ان يشترك حد معايا من خارج الاداره العامه للمرور. مش عيب. هو مش معناه انك كده مش عيب ان يشترك حد في الجان مجلس حد الشعب. سال حضرتك يا فندم قبل كده دورك فين وتعالى قول لنا في قرار المرور مثلا اللي كان من حوالي 4-5 سنين لا. فاتوا قبل الثوره لا ما حدش سال حضرتك. طيب اسمح لي هقف مع حضرتك عند الجزئيه دي والحديث قد ايه ممتع جدا وشيق وفي افاده كبيره جدا لي انا شخصيا بتاكيد للساده المشاهدين لكن اسمحوا لي اطرح نفس السؤال على ضيفتنا العزيزه من كندا الاستاذه الدكتوره سماح طنطاوي الباحثه في تورنتو اللي شفنا لسه من شويه التقرير الجميل عن هذا الابتكار المروري اللي عملته قدر تخفض مشاكل المرور عند الكنديين بنسبه 40% واحنا هنا غرقانين. يا دكتوره بنبارك اولا لحضرتك واحنا قد ايه بيملأنا السعاده والفخر ان نشوف قامه وقيمه مصريه شابه تستطيع ان هي تحل مشاكل الاخرين. اهلا بيك يا دكتور. وانا بضم صوته لصوتك وحابب بس اقول سياده اللواء يسر الروبي الخبير الدولي للمرور والانقاذ وتدخل السلام بيرحب بحضرتك وبيبارك لك. اتفضل يا فندم. اولا احساسك ايه لما اخذتي هذه الجائزه وهذا الابتكار المقدر دوليا وبلدك غرقانه في المشكلات دي؟ أولاً بشكركم جداً على المقدمة وعلى الاستضافة وأكيد كان شعور حلو جداً الحمد لله التكريم على المجهود في الدراسة وفي رسالة الدكتوراه وأتمنى أن التكريم الحقيقي هو يكون بالتطبيق النظام ده
في كل المدن اللي بتعاني من زحمة المرور، وأكيد أولهم القاهرة ومصر. طبعا أرجوكي بس تدينا كده في عجالة، يعني حضرتك سافرتي من مصر إمتى، والابتكار ده أخد منك وقت قد إيه، وبالتالي المردود الكندي ليه كان إيه؟ طيب، هو أنا سافرت من مصر سنة 2007، وده كان في إطار رسالة البحث في الدكتوراه. الحقيقة أنا دراستي كانت في مصر، فتخرجت من هندسة القاهرة في قسم اتصالات، وعملت الماجستير في قسم رياضيات هندسية، ولقيت الأستاذ الدكتور باهر عبد الحي في جامعة تورونتو، هو رئيس مركز أنظمة النقل الذكية في تورونتو. الأبحاث بتاعته كلها بتدور حوالين أنظمة النقل الذكية، اللي أنا لقيتها مهمة جدا وحبيت أن أنا أكمل البحث فيها، وخاصة موضوع التحكم في إشارات المرور نتيجة خلفيتي ودراستي في مجال الكنترول في أثناء البكالوريوس. وبدأت الدراسة سنة 2007 وخلصت السنة اللي فاتت 2012. وهو رسالة الدكتوراه كانت في الحقيقة عن تصميم نظام للتحكم في إشارات المرور باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي. لو عايزين نشرح الفكرة ببساطة، يعني هي وما إلى ذلك، نفكر فيها كأن في عسكري مرور، حسابات التدفق عند تقاطع معين، وعسكري المرور ده ذكي جدا وعنده خبرة كبيرة في إدارة التقاطع ده، وبحيث بتخليه من خلال رؤيته للحجم الأحجام المرورية من الاتجاهات المختلفة للتقاطع يقدر ياخد القرارات الأنسب اللي تقلل وقت انتظار العربيات على التقاطع. جيد جدا. ومش بس كده، كان في عسكري زي ده في كل تقاطع من التقاطعات المجاورة، وقبل ما بياخد القرار بيتكلم معاهم ويتفق على أحسن قرار ياخده بحيث ما يأثرش سلبيا على التقاطعات المجاورة دي، ويكون بيقلل الوقت الانتظار بالنسبة للتقاطعات كلها في شبكة الطرق. النظام بقى احنا كأننا أخدنا مخ العسكري ده اللي متدرب وعنده خبرة وذكي في اتخاذ قراراته بناء على رؤيته للتدفق المروري على التقاطع، وحطناه عند كل إشارة. وطبعا المعلومات اللي بتيجي للحجم المروري بتيجي عن طريق كاميرات، وبيكون في جهاز تحكم هو اللي فيه بقى البرنامج او المخ اللي احنا بنتكلم عنه ده. جميل. دكتور سماح، نقدر ننقل هذه التكنولوجيا لمصر، ولا في لسه بنية اساسية معلوماتية وبنية اساسية تكنولوجية وبنية اساسية قانونية وتشريعية وحديثي ولا حرج، هناخد لسه سنين فيها لحين ما نقدر نطبق هذا المشروع، ولا لا؟ طيب انا عايزة اقول حاجة مهمة، انه منظومة المرور في اي مكان وفي مصر طبعا بالتحديد في ثلاث مكونات ليها. ده طبعا وجهة نظري المتواضعة، يعني انه العربيات، الشوارع او شبكة الطرق، والقائدين او اللي هم السائقين. بالظبط، يعني ثلاث محاور. بالظبط. فاول حاجة لما يكون العربيات عددها بيزيد جدا عن الناس بتتجه كتير جدا لاستخدام العربيات، للأسف نتيجة يمكن عدم تطوير بالشكل المناسب للنقل العام. صح. وفي عربيات متهالكة للأسف بتسبب انها عطلها في محاور مهمة او طرق مهمة، ده بيسبب زيادة زحمة المرور. من ناحية الشوارع، انه مهما توسعنا في الشوارع، وده شيء مطلوب طبعا، التوسعة زي اللي حصل في الطريق الدائري وهكذا، لكن وجود أنظمة نقل ذكية بتساعد على تحسين كفاءة شبكة الطرق كما هي، لكن تحسين كفاءتها زي النظام التحكم في إشارات المرور اللي كان موضوع البحث بتاعي. ثالث حاجة بقى، سائقين نفسهم والالتزام بالقواعد المرورية، وعدم مثلا الركن في أماكن تكون يعني مسألة السلوكيات. يا دكتور سماح، حضرتك شايفة أن السلوكيات والعوامل الموجودة في مصر ما تساعدش دلوقتي احنا نطبق هذا الابتكار، محتاجين قبله حاجات كتير، ترتيبات تانية. ما هي اللي انا عايز اقوله، ان هو الحل هيكون عن طريق حل المشاكل في الثلاث محاور دول. صح. مع بعض. تمام. مليون عن طريق بقى التخطيط، بناء مدن جديده، توزيع الناس بشكل احسن على القاهره، محاوله تفعيل القواعد المروريه والزام الناس بيها،
العمل على تطوير النقل العام، وجود أنظمة نقل ذكية، وجود أجهزة التحكم في إشارات المرور اللي هو زي موضوع البحث بتاعي، كل ده مع بعضه، واللي أنا متأكدة أن في خبراء وأساتذة في أقسام هندسة الطرق والنقل في مصر كلها وفي المعاهد والمراكز البحثية أكيد لهم دراسات قيمة جدا طبعًا. في المواضيع وحضرتك واحدة منهم، توحيد الجهود دي طبعًا. ويكون في قناة وصل. طيب تفتكري حضرتك يكون في قناة وصل بينهم وبين منفذين القرار. تمام. تفتكر حضرتك ان في ممكن بعد الحلقه دي اللي بالتاكيد مسؤولين كتير بيشوفوها دلوقتي، وفي ناس كتير من صناع القرار اكيد عرفوا موضوع حضرتك وابتكارك، تفتكر ان في حد هيكلمك يقول لك يا دكتور سماح من فضلك ما تيجي تنزلي مصر في اقرب فرصه نقعد نتكلم شويه ونشوف ممكن نعمل ايه؟ تفتكر ده ممكن يحصل؟ اتمنى فعلا ان تتوقعي. اتمنى ان النظام ده يتطبق في مصر وغيره من الانظمه الكتيره اللي ممكن تساعد انها تحل ازمه المرور في مصر. لكن ما تتوقعيش ان دوت ممكن يحصل في القريب العاجل؟ ما اقدرش اقول كده، انا اتمنى طبعا. اشكرك بقى. يعني واتمنى ان هو يحصل. اشكرك شكرا جزيلا، ونتمنى قريب ان شاء الله ان يكون لنا لقاء في الاستوديو ونقدر نتكلم فيه بشكل في تفصيل. ارجوكي خليكي برضو معانا في تعليق من سياده اللواء الروبي. اتفضل يا فندم، ليك تعليق على قالته الدكتوره سماح. وطبعا برافو عليها، واحنا كلنا بنهنيها على اللي وصلت له، ان عملت درجه الدكتوراه في الكلام ده. هو طبعا مش السواق بس، هو الثلاث عوامل اللي احنا بنشتغل معاهم، المركبه، الطريق، البشر. البشر مزبوط. البشر ده المشرع، الضابط ترافيك انفورسمنت، السواق، فارش الطريق، مصمم الطريق بتاع الاسعاف، النقل، باريوريتي النقل بتاعته، الجماعي، المنظومه بتاعت، موضوع كبير قوي. الانفراستراكشر بتاع ربط كل الكلام ده، البنيه الاساسيه بتاعت الكلام مزبوط. ده كله لازم يكون متوفر عندي، انا ما عنديش ربط. زي بالظبط ما انا بقول انا عايز اعمل كاميرات مراقبه في الانترسكشن او في التقاطعات، طب انا هراقب مين؟ طب التقاطعات عندي مش مربوطه ببعض، طب انا النهارده زي بالظبط ما اجي اقول اللوحه المعدنيه اللي احنا شغالين بيها دي ضدنا. طيب خليني معانا. طيب انا ما حرجت. طب خليني بقى افكر بقى بشكل ايه، اقول مش عايز اقول ايجابي وانما عملي بقى. طيب نهد ونبني؟ لا سؤال. ولا نعمل نماذج محاكاه في مدن زي 6 اكتوبر، الشيخ زايد، محافظات اسماعيليه، اسكندريه، نقدر من خلالها نبدا نعمل نموذج؟ نبدا تدريبي. ما ينفعنيش النموذج. أمال انا هعمل الكلام ده كله على جمهوريه المحروسه مصر العربيه. تمام. ازاي؟ ان انا هعمل حل ات ذا مومنت، تمام، وبعدين ميديوم، تمام، وبعدين لونج ران. جميل. يعني لما اجي اقول مثلا انا ما عنديش تعليم في السواقه، اجي اعمل ازاي؟ اعمل التعليم بتاع السواقه ده ازاي؟ اقول انا يا ناس عايز، تمام، اللي يحصل على رخصه القياده النهارده، تمام، يبقى من المدرسه ومتعلم، اللي يجي يجددها يبقى ياخد اول. طيب. تريني. اروح تاني للدكتور سماح. يا دكتور سماح، هل السؤال اللي طرحته على اللواء يسري، هل نهد ونبني؟ يعني مثلا عندنا العاصمه القاهره فيها مشكله كبيره جدا، لكن ممكن هذه المشاكل ما تكونش في محافظات او في اقاليم ثانيه. طيب نبدا بالاقاليم اللي حوالين القاهره ونرفع فيها الوعي، ولا نبدا بالقاهره ونهد ونبني؟ يا ترى التفكير العلمي يكون هنا ايه؟ طيب هو كان كلام اللي هو مهم جدا طبعا، انه دي وجهه نظري برضو، ان احنا نبدا بطريق معين. زي مثلا في حاله، انا بتكلم بخصوص التطبيق النظام التحكم في اشاره المرور ده مثلا، ويكون الطريق ده نعتمد نختبر فيه النظام ده، زي مثلا طريق صلاح سالم، شارع جامعة الدول، ويكون في انفورسمنت او الزام للناس، يكون في الوقت يعني في مراقبه وتفعيل للالزام القائدين السيارات باتباع النظام ده والتعرف عليه. واول حاجه واهم حاجه هو تطبيقه فعلا الاول في نظام، في برنامج او نموذج محاكاه للواقع. في برامج كتير مخصوصه لكده، برامج مروريه لمحاكاه الواقع، وهي دي اللي انا اختبرت عليها اصلا النظام بتاعي، وعرفنا منه قد ايه ايه الاماكن اللي محتاجه النظام ده، وقد ايه الفايده اللي هنجيبها من لو طبقنا النظام ده. طبعا. فمهم جدا ان احنا نبدا بخطوه تحديد مكان محدد او شارع معين، وبعدين المحاكاه ثم تنفيذه في الواقع. طيب كده حضرتك اشكرك شكرا جزيلا انك انت وصلتي لي الفكره ان في امل نقدر ان احنا نعمل حتى ده في قلب القاهره المزدحمه، حتى وضربتي امثله رائعه جدا لشوارع مصريه. السؤال، هل هذه التكنولوجيا يا دكتور سماح هل هي غاليه ومش هنقدر على تكلفتها واحنا ظروفنا صعبه، ولا دي حاجات نقدر نعملها؟
طيب هو التكلفة اللي احنا حاسبينها حاليا هي بناء على اسعار الاجهزة المطلوبة في امريكا الشمالية، فهي مش هتكون مقياس، لان انا متخيلة ان الاسعار دي هتكون اقل في مصر، لان الاجهزة دي هيكون تصنيعها في مصر، يعني التكلفة بتاعتها هتكون اقل. ممكن تتصنع في مصر الاجهزة دي؟ بحث يغطي النقطة دي من ناحية التكلفة في مصر. يعني اللي هي الكاميرات، انا محتاجين كاميرات ببساطه تكون بتجيب لنا معلومات عن العدد العربيات اللي بيتوافد على التقاطع، ومحتاجين جهاز التحكم اللي هيبقى فيه البرنامج ده. جميل، يعني نقدر نقول ان هو ممكن، لكن مساله البنيه التحتيه، مصر ما فيهاش بنيه تحتيه في الشوارع كتير تقدر انها تسهل النقل دوت، فهل تحتاجي ولا كله بيبقى وايرلس كونكتد بالاقمار الاصطناعيه فمش محتاج مصاريف بنية؟ لا، هو الحقيقه النظام اللي بيحتاج بنيه تحتيه وبيحتاج انه يكون في تحت الاسفلت نفسه حاجه بتستشعر العربيات، ده نظام قديم احنا مش محتاجينه. النظام التكنولوجيا الحديثه دلوقتي هو استخدام كاميرات، فمش محتاجين ان احنا يكون في تعديل في البنيه التحتيه او جميل تغيير فيها. جميل، ده كلام رائع جدا، خليكي معانا دكتور. ارجع لسياده اللواء، يعني بقى واضح ان الموضوع نقدر نجربه جوه شوارعنا المزدحمه، ونقدر نعمل شويه تجارب عليها، ونقدر دي تكون حضانه، نقدر نعمل ده يعني، مش كده؟ بس انا عايز اقول ايه، انا لما اجي اجرب ده في صلاح سالم العربيه مش تمشي في صلاح سالم وبقيه القطر. لا لا، انا قصدي يا فندم يبقى اللي هيبقى داخل المنطقه دي عارف ان ده هيبقى فيه نظام هنا مروري شكلها هنا. ايه وبعدين انا افرض انا جبت كاميرات عشان الحصر وعشان التدفق وعشان الكلام ده كله، نهايه دي البدايه الطرفيه، نهايتها هيصب فين؟ في غرف عمليات، غرف عمليات اللي هتديني القرار. يبقى انا النهارده الغرف دي فين هي اللي عندي اللي هي مستعده ان تستقبل وتعمل وتحصر وتدفق وتدي القرار الذكي، واخد بال حضرتك؟ هي بتقول لك انا بحط عسكري في كل اشاره ذكي، وبعدين بره لما تيجي تغير اشاره بتاخد بتعمل استيميشن لاهل المنطقه واستماره، يقول لك انا موافق على دي مش موافق على دي، وبعدين تاخد الكونكلوجن بتاعك. تمام. انما هنا لا، انا لا عندي، يعني انا عايز اعلق على الحته بتاعت ميدان الرمايه. طيب. تجربه ميدان الرمايه هاجي لحضرتك على ذكرها، ولكن برضو في الختام قبل ما نترك الدكتور سماح، حضرتك هنا قلت لنا ان التكنولوجيا سهله جدا الفكره انها تتعمل، مش محتاجه مصاريف كتير، مش محتاجه بنيه اساسيه ولا تحتيه. السؤال، هل تتوقعي مره ثانيه ان يتم التواصل معاكي ويتم تطبيق هذا المشروع في مصر، ولا في حاجات تانية واضح انها بتحكم صانع القرار المصري في مسألة المرور؟ هو انا بس عايزة اوضح حاجة قبل كده، لان هي مش محتاجة غرفة عمليات، ده هو ده الفرق الكبير ما بين النظام اللي احنا صممناه ده وما بين النظم التقليدية في التحكم في إشارات المرور، ان هي لازم الأوامر تيجي من مركز تحكم، يعني مركز يكون في مكان بالزبط. ما ويرسل الأوامر دي لكل التقاطعات، يعني اللي بياخد القرار هو لا احنا اللي بنقترحه الزكي. او اللي احنا النظام بتاعنا مصمم على ان يكون البشر بقى في التقاطع نفسه بيكون بيحصل التحكم ده، الجهاز نفسه، الجهاز في التقاطع البشري الجهاز او بشري. لا يا فندم، الجهاز الالكتروني، صح كده يا دكتور؟ الجهاز الالكتروني هو اللي بيتحكم في التنظيم دون تدخل اي عنصر بشري خالص، لا من اداره مرور ولا من كانه زي روبوت او انسان، يعني مخ بالظبط. اتفضلي كملي. طيب ما هو ده بالظبط. طيب عموما اشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتورة سماح، واضح انك زللت لنا كل العقبات، بنبارك لك طبعا على المشروع، ونتمنى ان احنا نقدر نستفيد من قدر الامكان. ما فيش مشكله، هو بس يمكن كمان في تاخير في الصوت، فانا اسف على كده. لا لا، واكيد اتمنى ان هو يطبق، تبقى في محاوله لتطبيقه في مصر، ويكون في دايما اتصال ما بين البحث واتخاذ القرار ان شاء الله. ان شاء الله يا فندم، شكرا جزيلا للدكتوره سماح طنطاوي الباحثه في جامعه تورنتو الكنديه، وصاحبه هذا الابتكار اللي بتاكيد اعجب به الكنديون وكذلك نحن في مصر. شكرا جزيلا. وانا على فكره هنا معجب بيه، بس ده بيحل عن طريق انترسكشن واحد، يعني اذا حطيت الجهاز الذكي في المكان ده بيعمل استيميشن قد ايه هنا يروح وقد ايه هنا يجي، قد ايه هنا فتره زمن. طيب ما هو مش جهاز واحد، في كل التقاطعات في يعني لما احط في كل واحد بيعمل استيميشن، يبقى انا بقدر احل التقاطع بس، ما بقدرش احل مشكله مدينه. يا فندم عفوا، ما هي لو تركب، هي طبقته، انا هقول لحضرتك، هي طبقته على 60 في تورنتو، على 60 محور يا فندم، على في 60 تقاطع. تمام بالظبط، يعني مثلا لو قلنا ده يمثل منطقه قطرها قد ايه تقريبا؟ 60 تقاطع. لا بلاش، لا ما هم ما بتاخدش بقى قطر، ده بيتاخد اكس.
يعني أكس. التقاطع على الاكس تقريبا تتوقع يا دكتور؟ على حسب بقى، لا على حسب هناك التخطيط المدينه والعمران شكله جميل. يعني نقدر نقول ان على مسافه هو كويس مش قليله الكلام ده كويس بس ايه، انا لما اجي احل مشكله صلاح سالم اللي هو محور او تمام. اكس تمام. او رينج روت تمام. انما انا النهارده ما انا كان عندي نظام زمان اسمه الجرين ويف كان بيحلها برضو بنفس الاسلوب يقول لك انت لو مشيت على سرعه 60 كيلومتر بير اور انت هتلاقي الجرين ويف الاشاره ماشيه عندك قدر على طول تمام. انما ده اذكى طبعا منه لان هو بيحل بيعمل استيميشن قد ايه جاي من هنا قد ايه جاي من هنا الساعه دي قد ايه والساعه دي قد ايه بيقدر يحل اكتر امتى ويفتح امتى بيقدر يحل اكتر تمام. بس ده يعني مع مشكله عويصه عندي ده تحسين في المشكله عندهم. مشكله عويصه عندي هنا هي قالت الدكتور ان مش على قد بس الجهاز ده، لازم الثلاث اسباب اللي قلناها، السائق المنظومه. لا على فكره انا ما بحبش اقول كلمه السائق لان العنصر البشري مش السائق، ده العنصر البشري اللي بيوضع له القانون واللي بيراقبه واللي بيمتحنه يعني واللي بيعلمه. لا حاطط القانون مش كمان بتاع الاسعاف ده عنصر بشري، بريورتي النقل عنصر بشري، فارش طريق عنصر بشري. خلينا نحرك في القانون بقى تاني. القانون المصري قانون المرور قلنا اللي كان صادر من كام سنه وكان عليه شويه لغط كده وقال ده هيبقى قانون العصر وما الى ذلك. طيب ازاي مثلا نتعامل مع مشاكل زي مشاكل المواقف العشوائيه؟ بنشوف مواقف عشوائيه في الطرق، مواقف عشوائيه في الكباري، في مطالع الكباري. مواقف عشوائيه ليه؟ رئيسيه. انا النهارده باجي قانون نتعامل معها ازاي؟ حضرتك بص انا بقول لحضرتك لا انا مش راضي طبعا. يعني لما تيجي النهارده انت بتقول انا عايز احل مشكله السيارات الاجره في مصر عشان يبقى ليها موقف ويبقى ليها وتبقى محترمه يبقى شكل وتبقى العوادم والترافيك نويز وبيبقى او ما انا اجي اعمل ازاي في المحروسه او ما اجيب 60,000 عربيه بتاعت بطرس غالي واجي اجيب التاكس الابيض التاكس الابيض واجي اقول التكلفه بتاعت التاكس الابيض ده كل اللي هيكلفه السائق عباره عن ايه؟ هيرمي العربيه القديمه بتاعته وياخد وهنقدرها ب 5,000 جنيه وهتدفع له انا وانت من دافع الضرائب في المحروسه التمويل بتاعها وبعدين هو من الاعلان اللي على العربيه ومن الشغل بتاعه يسدد القسط. الكلام ده في وندرفول جريت عظيم بس ناقصه حاجه واحده بوظت كل الطبخه وهي ان السواق ده يا اخوانا اللي بوظ التاكس الابيض واسود القديم وعمل بيه حوادث ومش متعلم هو اللي خد الجديد و20% منه توتال لوس وانا وانت اللي مولينه. حي حضرتك. كان بيبقى بيحصل الكلام ده في تاكس لندن 20 سنه يشتغل التاكس، انا عندي هنا ما اشتغلش 20 يوم والاحصائيات عندي ولو انا مديلهم في الـ في الـ في حضرتك على النقطه دي. طبعا يبقى ده يبقى انا النهارده ماشي ايه وبعدين ارجع اقول موقف عشوائيه. طب انا النهارده ما علمتش السواق ايه الحتت اللي ممنوع يقف فيها واقول له ما تقفش هنا، انا ما علمتوش يقرا اليافطه ازاي واجي اقول زي بتاع مرور انا شايفه على مش لا داعي لذكر اسمه انا اعتمدنا 320 مليون جنيه لاعاده تجديد وعمل يافطه جديده دوليه في الشارع عشان السواقين تساعدوا على طب يعلم معلم السواقين في الاول هات ال 320 مليون جنيه دي هات بيها سيميليترز نعلم بيها الناس ان الحلول ما تبقاش اوفصادلي. انا حاجه اقول السواق اللي عايز ياخد رخصه من بكره بالقانون يبقى عن طريق مدرسه، يبقى انا النهارده ما عملتش رجه اللي جاي ياخد هياخد عن طريق المدرسه، اللي عايز يجدد وبرده ما عملتش رجه يجدد عن طريق اوفر مدرسه وبعد كده الباقي ادوب الصفه. انما ما افضلش اقول يا عم ده عايز كتير ده موضوع طيب. ده مساله كبير. برضو المرور مساله شيء برضو خاص بالقوانين تحقيق حادث المرور اكيد حوادث المرور وحوادث المرور الارض ايضا فيها شق اخر مساله حتى اللوحات المعدنيه لا اهميه لا اللوحات المعدنيه. يعني احنا في مصر بنمشي بنشوف الاتي ابتداء من هيئات قضائيه بيكتب عند خطاط ولا معرفش اللي هو بتاع اللي عامل زي هيئه قضائيه عليا هيئه قضائيه عليا والكلام ده وكاتبها بايده او عند يعني خطاط او مش عارف وميت بادج عليها مظبوط يا فندم. وبنشوف اللوحات المعدنيه الجديده اللي هي بالرموز ولسه بنشوف اللي هي بالارقام اللي هي ملاكي معرفش فين. انت بتشوف ظابط حاطط نسر نص البربريز ورا مظبوط وفي نمر مقطوشه فين يا فندم؟ فين هنا بقى التعامل القانوني مع هذه الحالات؟ هل ينفع بلد يمشي فيها كذا نظام اللوحات بشكل ده؟ قبل ما تقوم لحضرتك التعامل القانوني اختار لي لوحه لمصر كويسه. يعني مثلا ايه؟ انا اخترت اللوحه دي واللوحه دي فيها سيبني بس اقول لك ده اقفهولك بقى لحسن انت موضوع ده ناقشني جامد قوي. اتفضل يا فندم. اللوحه دي فيها 14 متغير سبعه لون سبع حروف وارقام يبقى كام؟ 14. انا خبير دولي لو بالليل وخصوصا بالليل لو قلت لي تعالى شوف اللوحه دي وهات لي نمرتها ما اعرفش بعترف. فبيعملوا لها البار كود ريدر. عدد البار كود ريدر اللي جاي عندنا في المحروسه ليس بالعدد الكافي.
لا خليني بقى افهم بمعنى ايه. انا دلوقتي في عربيه عملت حادثه قدامي وانا ما لحقتش القط المخالفه، اصل في ثلاث حروف مش هتطلقت، مش هتطلقت في محافظات، مش بعينك حروف. مش بعينك ابدا بكبار كود ريدر زي بتاع السوبر ماركت ايه يطلع له. طيب لو واحد عمل حادثه قدامي وضرب واحد وهرب، ودي المصيبه، كنا الاول بنجيبه ملاك اسكندريه واخر رقمين مثلا هو كذا مثلا. لو واحد عمل حادثه، واحد عمل عمليه ارهابيه اللي احنا فيها دي، واحد عمل موت واحد، واحد خبط عيل موته، واحد اتلف لك عربيتك واقفه قدام البيت، من هو الذي يبلغ عن رقم السياره؟ المواطن، مش راجل المرور. اكيد المواطن طبعا، اكيد المواطن. اذا كان رجل المرور ما يعرفش يقراها الا باركود ريدر، يقرا المواطن ازاي؟ دي معلومه جديده. طبعا ما اسالوا اهل الذكر يعني، انتم لا تعلمون. يعني دلوقتي الضابط واقف في الشارع لما يشوف النمر اللي معديه بياخدها باركود ريدر بيجيبها على طول. تمام، غير كده ما يقدرش يقول لك دي كذا وفين وتبع. انا بقول لك انا لو وقفت هاخد نمره هاخد حاجه فيها معلومه غلط، لان باخد 14 داتا. انت تقدر عينك تجيب 14 داتا في وقت واحد في زمن رؤيه وتعريض؟ ده العين والعقل يعني، مش ممكن. العقل اكيد يعني. مش ممكن، لان الالوان اللي ورا تختلف بقى، هيئه سياسيه، اجره، اتوبيس، مش اللون بس. زائد ان الارقام تجيب لك، او الحروف تمام. تجيب المحافظات تمام. زائد الثانيه تجيب لك خاصه ولا ملاكي ولا تحت الطلب. ده كلام كبير قوي. يبقى اذا النهارده انا لما تيجي تقول لي اختار يا يسري لوحه معدنيه تناسب المحروسه، ما اختارش اللي هم عملوا فيها 14 مليار. تمام. طيب ده دي لسه استكمال لسه قضيه اللوحات المعدنيه، واضح انها مش هتتقفل على كده يعني، واضح ان فيها مشاكل ثانيه، مش بس لان القضاء حتى ماسكها كويس قوي، مش بس مشاكل ماديه وانما مشاكل علميه تكنولوجيه. علميه ما تصلحش النهارده الكلام ده، بقولها للجميع على الهوا، اوعى على فاكرين ان اللوحه المعدنيه الجديده دي نيو جينيريشن تكنولوجي على مستوى العالم. على مستوى العالم دلوقتي شبسايه قد اقل من صباعي بتتحط في شريحه صغيره، بتتحط في البربريز، بتجيب لي العربيه لو اتسرقت مكانها فين كمان. وطبعا دي توفر علينا قسم مكافحه السيارات والناس والمعدات والكلام ده كله، لان بقدر اتتبعها بالجي بي ار وبجيبها فين. تمام. جميل جميل، احيي حضرتك على كل الحاجات اللي احنا بنفتحها مع بعض، وبنشوف الدنيا وصلت لفين. ده في كتير، اسمح لي عشان احنا ما نتصدمش، خلينا بالراحه على يعني خلينا شويه شويه سياده اللواء، يعني لسه مصدومين من كندا اهو من شويه، مش هنلاقيها من كله. لا ده الصدمه عندنا اشد بكتير. لا ده انا جاي بقى لحضرتك بقى في الحاجات المهمه دلوقتي. لما بيحصل حادثه بتحصل كارثه، بنلاقي وزير يموت في عهده 60 70 واحد، ويرجع تاني في وزير تاني يعدي في قطر ياخد له 1000 واحد ويجيبوه تاني يجيبوه تالت. مش هي دي المشكله؟ او من ضربه حظ اول مره تيجي معايا ويموت له كام واحد في حادثه كبيره؟ لا ده الكلام الحريقه كانت كبيره. دايما يا فندم بيقول لك ايه، اصل القانون واللجنه راحت تحلف اليمين قدام النيابه وايه، ويتفرق دم الغلابه ما بين القبائل. نمسكها بقى من عباره، نمسكها القطر عياط، نمسكها. لا خلينا في الاخيره كل يوم. طب خلينا في الاخيره، مين يتحمل وفقا للقانون؟ مين اللي يشيل المسؤوليه؟ المسؤوليه المسؤولون كثر اعتبارا. قائد القطار بتاع المزلقان، المرور اللي على طريق مصر الفيوم، قائد السياره النقل، قائد السياره الاتوبيس، بتاع الاسعاف اللي مش عارف اولويه النقل واماكن النقل فين. تمام. وطبعا هيطلع دلوقتي يتشدق كل واحد يقول لك لا ده احنا معرفينه. اللي عايز يتكلم معاه الهواء، يقول له معرفينه ازاي، وقول البريوريتي بتاع النقل ايه، لان انا عرضت هذا الكلام على مرفق الاسعاف من 4 5 سنين ورفضوا ان هم يعملوه، لان انا كنت كمندان الطرق السريعه في مصر قبل مرحله العالميه، وعارف مشاكل النقل شكلها ايه. في واحد بيفيص وبيموت خالص ما بنقلوش، لان انا باخد مكان الاسعاف بتاعه، لان المستشفى بعيد، وده لابد هيموت بعد 5 كيلو والمستشفى على بعد 40 كيلو، يبقى انا الواحد يبقى في امل الحياه. يعني يا فندم مش مساله ده كله بينزف شيل هنا بلا في العربيه ويرمي في البريوريتي ودراسه الاولويه الميديكال ترانسبورتيشن. طيب يعني يا فندم خلينا بقى نتكلم بقى للناس اللي بتسمعنا دلوقتي، لو لا قدر الله احنا ماشيين على طريق ولقينا قدامنا حادثه فيها 3-4، هل نميز ازاي نشيل مين وما نشيلش مين؟ واحد المفروض يبقى دارس كده، لان ده بيحصل هنا في مصر مدرسين ده مع كامل الاحترام لجهودهم. ما انت عندك كوارث بقى خلاص، ما انت خلاص بقى عندك كوارث، ده اللي بيزود الاعداد. انت عندك كوارث لما تروح وتلاقي كارثه، واخد بالك، عماره وقعت،
اما تروح تلاقي قطف سكه حديد، اما تروح اسمها كارثه. ما هي المشاكل والكوارث والازمات المروريه اتصرف فيها ازاي؟ فبعلم ضابط البوليس يعمل ايه، وادته له في الكليه السنه دي، وبعلم بتاع الامبلانس الاسعاف يشتغل ازاي ويقف ازاي وينقل مين والبريوريتي شكلها ايه والاسعافات شكلها ايه، وبعلمه طريقه اتصاله بالمستشفيات ايه ويقول له جهز لي ايه. ده كلام كبير، انا لو في وقت اطلعه لك من على الكمبيوتر عندي كفايه، حتى ال 4000 صف صادمه يعني. ده ما بيطبقش. وعرضته على المسؤولين عن مرفق الاسعاف ورفضوا وهربوا. عفوا يا فندم، رفضوا ولا ما تحمسوش؟ ما هو انا عايز اقول حاجه بقى، الرفض معناه ايه؟ ما هو في خطا عمد وفي انه بيتهرب وفي وفي وفي. انما انا اقول لما اقول لك على حاجه زي كده وانت عمرو اهو قلت استنى ما بتسيبنيش، اما تلاقي حاجه تنفعك او تنفع المشاهد تمسك فيا قول لي دي مش كده؟ مظبوط. انما مش بتهرب بقى لانك مش عارف المعلومه. ايه مش عيب، مش عيب انك حضرتك جاي تعدل علينا يعني. تعال اقعد مكان تنفع. ما تشتغل انت مذيع وانا اشتغل خبير. هي دي الافه الحقيقه اللي موجوده في. فانا النهارده لما اجي اتكلم في المواضيع دي بتكلم بالعلم. والحلول العالميه لازم اقولها لك بقى عشان ما انتهش. الحلول العالميه سبعه، كانوا ثلاثه بقوا خمسه بقوا سبعه. education تعليم، engineering هندسه طريق، enforcement قانون المرور وعلاقته بالحل، environment البيئه وعلاقتها بالحل، ايكونومي الاقتصاد وعلاقته بالحل، ايكواليتي تساوي الجميع امام الحلول المروريه. فيش واحد عندنا على راسه ريشه، ولو ان الكل على راسه ريشه، لواء شرطه ولواء جيش وبتاع مجلس الشورى وبتاع مجلس الشعب. الكاب اللي بيتحط والناس اللي في نص البربريز ورا والميل على الازاز القداماني. غريب قوي يا فندم، عمرك شفت حضرتك ازاي عربيه متفايمه الازاز القداماني؟ لا، وما شفتش كمان المراقب. بتحصل والله. انت عارف بدايه علميه القياده ايه؟ ان انا اراقب، اكتشف الاخطار، ارتبها، اخد القرار، انفذه. يعني لازم حضرتك اذا كان انا ما اكتشفتش ايه اللي قدام العربيه اللي قدامك خلاص. اساسا لا، ده في حاجه في القياده كمان دلوقتي لازم ندرسها ومتسجله باسم عبد الله الفقير اللي قاعد قدامك، وهي عبد الهلال الامامي الاعمى في القياده. يمكن ده يجرح مسامع حضرتك وده بيكسر منه الحوادث. ما هو الهلال البلايند سايد او الزاويه اللي عدم الرؤيه. لا والف لا، دي النقط العمياء الخلفيه اليمنى واليسرى. مظبوط. انما انا بتكلم عن الهلال الاعمى الامامي في القياده، في حته ما بنشوفهاش. وده بيكثر لما تكون العربيه فور ويل عاليه، وبيقل كل ما كان الايروداينامك بتاع العربيه واطي، وبيكثر مع العربيه النقل اللي هي مبوز، ويقل عند العربيه النقل المقطش. يا ست اللي هو بيعمل كده دلوقتي. انا هفترض ان انا قاعد قدام الترابيزه دي، نهايه بوز الترابيزه دي الازاز بتاعه، انا مش شايف من ده لغايه ما يلتقي مع الـ 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 الحاجز اللي قدامي. تمام. لو انت حطيت لي هنا عيل في الارض وافترض دي العربيه، مش هشوفه. يعني لو عربيه عاليه مش هشوفه، وخصوصا لو واقف في البارك. واجي طالع اموته واحلف 100 يمين وقفت مصاحف ان انا مش شايفه. بس انا موته. الكلام ده امتى بقى؟ راحوا جايين بره في العربيات العاليه اللي فيها مانوفر قليل وفيها بوز وفيها وفيها. تلاحظ دلوقتي العربيات النقل عامله ايه؟ بيجي الاوتوبيس بيجي الباب اليمين والباب الشمال للسواق نازل بازاز لغايه تحت وطالع بيه تاني. مظبوط. ونازل بازاز لغايه بحيث ايه؟ ياخد من الهلال الاعمى. مظبوط. اليمين ارمي عيني يجيب اليمين، ارمي عيني يجيب الشمال، وقدامي في مرايات قدام الاوتوبيس تلاقي فيه يعني هلالين كده، في سبع ثمان مرايات علشان يجيب لي قدام العربيه فيها ايه. فده بيقلل لي الهلال الامامي الاعمى. يا فندم حضرتك بتاخدنا لافاق. ده في لسه كتير يعني يا عمرو بيه. صدمتني. ده في عمرو بيه كتير. طيب. ده اللي بيقوله المدارس. طيب خليني ارجع لحضرتك للسؤال المحوري اللي احنا تهنا فيه. والنبي عشان خاطر عايز اقول دي عشان يعني لازم اقولها. ما اقدرش. اتفضل يا فندم. السيميليتور اللي اتكلمت عنه الاخت الجميله اللي هي الدكتوره سماح، اللي انا مبسوط بيها وفخور بيها وراسي في السما فيها، واخد بال حضرتك؟ بتقول السيميليتور اللي عندنا كان موجودا من حوالي 15 20 سنه. اللواء جمال بركات جاب تو سيميليتورز، واحد كوميرشال واحد برايفت. الكوميرشال 24 مقعد والبرايفت 14 مقعد، وكان في ذلك الحين يكفي محافظة الجيزة تعليم قيادة على مستوى العام. لأنه 13 ساعة يخرج سواق، وبيسموه بره ماني برينتر لأنه بيوفر للدولة. وبيوفر للدولة. وصل لفين بقى بعد 20 سنة؟ وصل لفين؟ الله يرحمه صاحب الأمانة خد أمانته فتوفاه الله. جه بعديه اللواء نجيب واصف. السيميليتورز دول كانوا بمليون و300 ألف دولار. وعملنا لهم ميدان رقم كبير. بس هم ايه ده بيجيبوا فلوس فوق بيوفروا على الدوله مثلا. تمام. طبعا مليار وكذا. جميل. وعملنا لهم الميادين وعملنا لهم مدرسه القياده في الصحراوي وكل الكلام ده. جه المحافظ اللي بعده باع الارض وسرقها، باع المبنى وسرقه،
جه هو قال لك الله طب انا اسكت ليه؟ طب ما انا ابيع كمان الكمبيوتر في صناديقه، وانا كنت الخبير بتاع الدور ده في الشرق الاوسط، ابيعه عن طريق الخدمات الحكوميه. فقال الخدمات الحكوميه احنا عايزين نبيع السيميليتورز دي من حوالي 10 سنين. فالخدمات الحكوميه قدمت وقالت احنا عندنا سيميليتور ماركته كذا دور امريكي الكترونيك مش عارف عايزين نبيعه. فما تقدمش حد، عملوا اعلان تاني تقدم واحد ب 5000 جنيه شالهم بال 5000. لا معقول يا فندم؟ انا بقول لك الكلام ده انا مسؤوله، انا مسؤول عنه. دي فضيحه. انا مسؤول عنه. دي قضيه كبيره. يا سيد الفاضل انا مسؤول عنه، واقول لك على حاجه بقى بلاغ. وقدمت اعتبروه بلاغ على الهواء، وقدمت للسيد المحافظ اللي قبل ده حضرتك قلت بمليون الاثنين بمليون و300,000 دولار، يا اما كان الدولار اقل من الجنيه المصري. بمليون و300,000 دولار اتباع ب 5000 جنيه في كمبيوتر تاني موجود، الحقوه يا سيد المحافظ. وكان يقدر يشتغل؟ هاف نوت بين تاتشز في صندوقه، في صناديق، في صندوق. طيب اشكر حضرتك فعلا. نتمنى بس نتمنى يعني من الله ان يكون حد سمعنا النهارده ويبقى ده. لو قدمت بلاغ المحافظ اللي بعده ونمرته معايا ما حد سال فيا. طيب مساله قول بقى. اكيد مساله اللي بتحمل بقى المسؤوليه. حلو، احنا دلوقتي تهنا، حضرتك قلت لي الوزير و و وتشعبنا. المفترض في مثل هذه الحادثه زي حادثه دهشور، هل نسيب الوزير ان هو يستقيل في الدول المتقدمه ولا ينتحر زي في اليابان يضرب نفسه بالرصاص؟ برضه هو حر. مش عايز اقول في دول ثانيه بتعمل ايه الحقيقه، بس خلينا بس في الاثنين دول، ولا يتقدم ولا يقدم للمحاكمه. بكلم على الراس، على الوزير نفسه، يعني وزير هذا المرفق. ما احنا النهارده اذا كان الكل جاهل وده على راس الجهل، انت ليه بتحاسبه على كل الجهل الموجود ده؟ ما هو جيش سلامها كده. هل الجهل ده هو مسؤول عنه؟ هي دي حاجه يا سيدي. لا لا لا، يعني كل واحد يجي يقول انا سلام ده خربان، انا بقول لك كده، انما انا بقول ايه؟ ان ده الوزير ده بالذات حصل عنده تجربه قطر العياط وما عملش فيه حاجه، وبعدين بيفتخر ان هو هيدي لكل للمواطن اللي مات 20,000. النهارده لا مؤاخذه عجل الجاموس اكتر من كده، ثمنه اكتر من كده في البلد عندنا في سوهاج، ثمنه اكبر من العشرين. انا بقول النهارده الناس المسؤولين كسر، الهيئه مسؤوله، بتاع المزام مسؤول، بتاع القطر مسؤول، السواق العربيه مسؤول، اللي ما علمش السواق مسؤول، اللي ادى الرخصه مسؤول. طب هقول لك بقى على حاجه بقى، افجر لك موضوع بقى. المصابين والقتلى كام يا عمرو بيه؟ ده في مصر؟ لا في الحادثه دي. في حادثه دهشور كان 23 وحاجه و30 71 60 حاجه تقريبا، وكلهم فندم معلش كلهم في اتوبيس ازاي؟ الله ده انت بتحرق اللي انا عايز اقوله. معلش بقى. الاتوبيس ده ميني باص. انا رجعت لملفه في رحلات اتوبيس، رحلات ميني باص الفيوم 126. يشيل قد ايه يا فندم؟ ماكسيمم 27 ويبقى 29 بالسواق. جميل. العربيه النقل فيها سواق وتباع يبقوا 2 وال3 3 و27 يبقوا كام؟ 30. ال61 جم منين؟ طيب دول يبقى المرور سابهم يمشوا مخالفين. الاتوبيس ده يا فندم ما عداش خالص على مرور. ما انا بقول اهو المرور سابهم يمشوا مخالفين. يعني هذا النهارده المرور يبقى لو كمان حاكم مش هتحمل النقل ده، انت كمان تحاكم الداخليه. اللي صرف الرخصه للراجل ده وهو جاهل. تمام. المرور اللي سابه معاه الزياده. تمام. اللي ما فرشش الطريق كويس. انا عندي في الحالات اللي زي كده في البلاد الغلبانه، واخد بالك، بيعملوا ازاي؟ بيعملوا حرم المزلقان. طيب يعني المزلقان ما تقفلش السلسله عنده. ايوه قبليه بشويه، قبليه بشويه عشان لو كسر ده ما يخش في مصدات تانية. وفي حاجه تانية بقى اسمها كراش باريال. طيب. يطلع يقفل. طيب. حتى لو خبطته والقطر طالع حاجه ثالثه تمنع يرد. سياده اللواء يعني انا قد ايه مستمتع، وقد ايه انا واثق ان الساده المشاهدين قد ايه هم بيسمعوا اشياء غايه في القيمه. نتمنى مش احنا بس نكون سمعنا، نتمنى كمان ان المسؤولين اللي في ايدهم القرار هم كمان يكونوا سمعوا. استاذنك هخرج بس عن موضوعنا لموضوع ايضا غايه في الاهميه. كنا نوهنا منذ قليل بخبر استشهاد النقيب احمد ابو دومه، ده معاون مباحث الاسماعيليه، في اطلاق مجهولين للنار عليه في اسم ثالث الاسماعيليه، وتم اطلاق النار عليه من قبل مجهولين واستشهد. الحقيقه برضو الموضوع ادي صوره النقيب الشهيد رحمه الله، والهم اهله واحبائه جميعا الصبر والسلوان، وينضم زي ما قلنا الى قافله الشهداء الى السماء. لكن لازم نعرف احنا رايحين على فين. رتبه النقيب شهيد دي هتطول زي زمان زي التسعينات، ولا ربنا يجعلها اخره قريبه ان شاء الله؟ تعالوا نعرف من السيد المحترم خالد عكاشه الخبير الامني. يا سيد خالد اهلا بحضرتك. وهل مساء الخير يا فندم، وهل في اجابه على هذا التساؤل؟
في إجابة طبعا بأن المواجهة أصبحت مفتوحة، وتيرة العنف بتعلن عن نفسها في منحنى متصاعد ومتجلي في أكثر من مكان، في سيناء وفي في عواصم المحافظات القليوبية فجر اليوم، والإسماعيلية الآن، وأيضا في القاهرة في حادث الشهيد محمد مبروك. المواجهة مفتوحة ما بين قوات الأمن وما بين الجماعات الإرهابية بشكل واضح. طيب المواجهة المفتوحة يا فندم، البعض بيقول ان ممكن الضباط ما يكونش عندهم الامكانيات الكافية او الادوات المعلوماتية الكافية اللي تمكنوا من انجاز المهمة باقل قدر من الخسائر، ده رأي يا فندم. الرأي التاني بيقول لا، ده في اختراقات لعدد من الاجهزة الامنية، وفي اراء ثالثة بتقول لا، ده والله واضح ان في مشاكل داخل حتى متخذ القرار ازاي نتعامل امنيا وسياسيا. والله دعني اقول ان الثلاث اطروحات اللي حضرتك قلتهم فيهم شيء كبير من الصحة. خلينا نقول طب دي مشكلة ان العنصر يبقى بهذا التعقيد، يعني مشكلة متشعبة كده. هو خلينا نكون صراحة، الجهاز الامني بيعاني من مشاكل حادة اعتبارا من 25 يناير. ضرب جهازه المعلوماتي المتمثل في مباحث امن الدولة السابق وتقليص دوره وتحويله الى الامن الوطني، ده اضر بالجهاز بدون شك. ده كان الظهير المعلوماتي اللي كان بيمكن من يعمل على الارض بان هو يعمل وفق معلومات حقيقية وصحيحة وفي الطريق السليم. التقليص ده الحقيقة جاء تحت ضغوط سياسية وتحت زخم ثورة 25 يناير. كان من الممكن اصلاح الجهاز، تجاوزاته كانت في اضيق نطاق وفي اماكن محدودة وفي اجزاء المتعلقة بالسياسة، لكن الجزء المعلوماتي الخاص بالنشاط الارهابي والمعلوماتي على الارض تضرر كثيرا. ده كلام صريح وكلام حقيقي. طيب تضرر عن عمد يا سيادة العميد، هل هو تضرر عن عمد ولا عن دون عمد؟ الشق المعلوماتي الحقيقة هو استهدف من قبل جماعة الاخوان المسلمين والنظام اللي هو استولى على البلد في أسوأ سنوات مصر اللي عاشتها العام الماضي. كان واضح جدا ان هو بيستهدف ان يجعل الجهاز في اطار شكلي ويحاول ان يقلص نشاطه وامكانياته لاقصى مدى، وهو نجح في دوت بشكل كبير. يعني ده اثر على العمل في الجهاز في وزارة الداخلية بشكل عام. الشق الثاني، الشق الثاني يا فندم سريعا بقى، الخاص بالحمايه اللي بتوفر ليه هؤلاء الضباط. يعني احنا دايما بنشوف ضباط مصروف عليهم وفلذات اكباد اهلهم قبل اي شيء، وفي النهايه هم بيحتلوا مراتب متقدمه في الدورات لكن بيستشهدوا في احداث ماساويه. يعني شفنا العميد مبروك الله يرحمه، يعني حادثه ما تتمش في اي بلد مع اي حد، على هذا عفوا مع المقدم محمد مبروك. يعني حضرتك بتشوف المؤشرات دي ازاي لما بيتضحى براجل زي ده، بيتضحى بيروح بهذا الشكل، بهذا الشكل التافه للاسف، يعني دون تامين. يعني انا متفاهم يا فندم، انا لذلك قلت اكتر من مره وبالنادي تاني، حان الوقت لتحديث جهاز الداخليه برغبته. التحديث والتطوير يشمل جميع الافرع وخاصه مساله حمايه الافراد وتزويدهم بالدورات التدريبيه وبقوات الحمايه اللازمه. التطوير والتحديث المطلوب لوزاره الداخليه يعوض كثير من النقص الموجوده لدى هذا الجهاز، وخصوصا مع شراسه العدو وشراسه المواجهه من الطرف الاخر. على قدر الهمه ياتي الاستعداد، يعني وعلى قدر المهمه. المهمه صعبه جدا، المهمه دخل عليها كم من السلاح الغير شرعي الذي يعني اعتبره قضيه وهاجس كبير هيسبب صداع طويل لاجهزه الامن في مساله جمع هذه الاسلحه الغير شرعيه الموجوده النهارده مع تكاد تكون معصبيه، اعداد غير عاديه من السلاح موجوده النهارده في الشارع وبيستخدمها هؤلاء بشكل عشوائي. حادث ابو دومه اعتقد انه في هذا السياق، حادث التحديث والتطوير المطلوب اللي اشرت ليه يقع في حادث محمد مبروك، لانه لابد ان كان يخضع لمنظومه متكامله لحمايه الشهود وهي المعمول بها في كثير من الدول، تضم رجال القضاء، ليس قوات الشرطه فقط، رجال القضاء ورجال النيابه والمحققين من اجهزه الشرطه، طالما هم مرتبطين بقضايا من الخطوره ومن الاهميه مثل ما كان طالع في محمد. طيب الشق الاخير من فضل حضرتك، الخاص بالتعامل بقى الامن السياسي، حضرتك
شايف ان في تضارب هنا ما بين الرؤيه الامنيه والرؤيه السياسيه، واذا استمر الوضع بهذا الجدل؟ يعني كنا سمعنا كده انباء واشاعات ان الوزير وزير الداخليه اللي هو محمد ابراهيم قدم استقالته لا اعفي، ثم الحكومه منذ قليل ممثله في وكاله انباء الشرق الاوسط نفت تماما فكره تقديم وزير الداخليه لاستقالته. سيان ايا كان الامر، هينفع نستمر سياسيا وامنيا كده في لخبطه وعدم تنسيق؟ ايضا احنا نوينا المساله ان يعني الجهاز الامني الحقيقه وعايز اضم ليه القوات المسلحه ايضا، الاثنين بيعملوا في اقصى ظرف سياسي ممكن، وما فيش ظهير سياسي الحقيقه متفاعل معاهم ولا على قدر اللحظه. يعني السياسيين او النظام السياسي مرتبك وبطيء في اجراءاته. الاجراءات اللي اتخذتها رئاسة الوزراء اليوم مجتمعة نادينا بيها من اكثر من شهرين، مظبوط يا فندم، مظبوط، وطوال شهرين. يعني الموضوع واخد في شد وجذب، قرارات يعني متاخره. طب ليه الناس ما تموتش الاول؟ ما هو السؤال، ليه الناس ما تموتش وبعد كده نتحرك؟ يعني يبقى عيب علينا والله، حرام يعني. يعني انتظر لغايه لما المساله وصلت الى مراحل متقدمه من التضرر. يعني دائما وابدا حتى ينتج التعامل الامني نتائج ايجابيه على الارض لابد وان يكون الظهير السياسي طبعا يعني مش في ظهره كمان، ده بيبقى في المقدمه. يعني مساله اعلان جماعه الاخوان المسلمين جماعه ارهابيه ده مطلب امني من اول اعمال عنف مورست مباشره بعد 30 يونيو، من اول رفع السلاح في وجه المواطنين وفي اتجاه قوات الجيش والشرطه. طيب. كان مطلوب جدا لان ده يسهل عملها ويجعل الامور تكون في نصابها ويتعامل الجهاز الامني بشكل مباشر مع. طب سياده العميد، حضرتك شايف في عجاله الاشارات اللي بتتبعت، يعني اول محاوله تقريبا نقدر نقول كده بعد فض الاعتصام كان اغتيال او محاوله اغتيال وزير الداخليه، يعني لما بيبدا بينشن عروس الكبيره، ثم المقدم محمد مبروك الراجل نمره واحد اللي ماسك القضيه وراجل على هذا القدر، يعني اختيار العناصر التي يتم استهدافها، هل ترى فيها رسائل تدل على قوة، على ضعف، على تخبط، على تخطيط، على ماذا؟ لا طبعا رسالة قوية، وهو بيختار هدفه بعناية وبيختار هدفه في أكثر المواضع إيلاما لقوات الأمن وللنظام بشكل عام ولإحراجه ولإرسال رسائل سلبية جدا لنفسية هؤلاء رجال الأمن اللي بيواجهوه أو قوات الجيش في حادثة رفح. هو بيختار رسالته حتى انه لو فشل تكون اوصلت رساله مثل حادث محمد ابراهيم مثلا. تمام. هو فشل في الاغتيال ولكن الرساله قد وصلت بوضوح وبجلاء بانني قد اصل الى راس الجهاز في عمليه نوعيه وخطيره وقويه وداخل العاصمه القاهره. طبعا يعني ده التكتيك اللي بيشتغل عليه الجماعات الارهابيه. طيب يا فندم، في راي بيقول او في معلومات بتقول ان هيتم في بعض التغييرات المحدوده في وزاره الداخليه وتحديدا في جهاز الامن الوطني عشان مساله التسريبات اللي حصلت وبتحصل. يعني على سبيل المثال مثلا الشهيد محمد ابو شقره اللي وشبي كان احد المساعدين ليه في المهمه، يعني اتعرف خط سيره، كذلك المقدم مبروك اتعرف خط سيره، يعني هل بالتالي احنا في حاجه ماسه الى تغيير قيادات ام كيف يكون التصرف؟ حاجه ماسه الحقيقه، والوقت بقى حاسم جدا في مساله اعاده النظر في الهيكل برمته. خلينا نقول ان ده اسوأ عرض جانبي هتعاني منه الشرطه ولفتره طويله وليست فتره قصيره، مساله يعني استيلاء الاخوان على مقاليد الحكم متمثل في منصب رئيس الجمهوريه. مش عايزين نغفل ان محمد مرسي لمده عام كامل كان رئيس المجلس الاعلى للشرطه بحكم منصبه، وكان من حقه يعني بعيدا عن الاختراق او التسريبات كان من حقه الاطلاع على جميع الاوراق اللازمه، وكل مؤسسه الرئاسه كانت تعج بافراد من جماعه الاخوان المسلمين معظمهم الان في السجون متهمين في قضايا جنائيه. يعني كان الموقف الحقيقه في اكثر يعني حضرتك بتؤكد فكره تسريب معلومات خاصه بالامن القومي الى جهات معاديه، ده اصبح شيء مسلم بنشتغل عليه دلوقتي. بالظبط، هو الموضوع محتاج الى اعاده نظر وسريع واعاده ترتيب الاوراق من اول خالص، يعني اعاده الهيكل مره اخرى وتطوير سريع وحديث والدخول على منظومه جديده تماما. تمام. طيب بدون تهوين او تهويل، بدون تهوين او تهويل يا فندم، نقدر نقول احنا مقبلين على موجه تسعينات ثانيه،
للاسف عشريه سوداء زي ما او دمويه زي ما حصل في الجزائر زي ما كان عندنا في التسعينات والاحداث الماساويه اللي شفناها كلنا، ولا ان شاء الله حضرتك شايف ان احنا ممكن سريعا نتلافى هذه الاشكاليات اللي حضرتك ذكرتها وهذه الكوارث الحقيقه مش مش مش, مش مشكلات بس يعني هنقدر نتلافاها ولا لا؟ والله اللي هيتحكم في ده واللي هيتحكم في المده هي طريقه مواجهتك للمشكله. طب احنا بادئين صح يا فندم؟ بادئين صح في ال 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 الاستباق ولا في رد الفعل؟ حضرتك يعني انت شايف احنا ماشيين ازاي دلوقتي؟ لا احنا دلوقتي ماشيين بجديه وماشيين بشكل منضبط وفي تحقيق لنجاحات كبيره. القوات المسلحه حققت في منطقه سيناء نجاحات غير مسبوقه وفي وقت زمني الحقيقه قياسي من الناحيه الامنيه ومن الناحيه يعني الاكاديميه البحته، يعني بشكل اكاديمي علمي تحقيق النتائج اللي اتحققت في سيناء تمام هذا الزمن زمن قياسي تمام. لكن عمليه الاتوبيس يا فندم امبارح برضو تدل، ولما شفنا التصوير اللي كان موجود التخيلي فواضح ان في ثغره. معلش الحروب اللي بالشكل ده الحروب اللي مع الارهاب خلينا نقول مفيش تامين 100% في اي مسرح عمليات على مستوى العالم، والارهاب يستطيع ان يصل اكيد يا فندم. ايام قليله كنا امام حادث كبير في الضاحيه الجنوبيه في بيروت مظبوط، وهي مكان مؤمن باكثر الطرق تعقيدا اكيد يا فندم، ووصلوا الى السفاره الايرانيه. الارهاب عنده استعداد يعني عنده القدره ان هو يصل في لحظه ما، لكن ربنا يسلم بلدنا يا فندم. العمليه بشكل عام اتحقق فيها نتائج كويسه وايجابيه الحمد لله يا رب دايما ان شاء الله، يا رب يكتب السلامه للبلد دي ولكل الموجودين على ارضها ودايما تبقى ارض الامن والامان. اشكرك شكرا جزيلا العميد خالد عكاشة الخبير الامني، شكرا جزيلا لحضرتك. وهختم الحقيقه اللقاء الممتع والجميل مع سياده اللواء الروبي بفكره برضه هربطه بالتفجيرات، يعني شفنا مثلا اهي مشكله مروريه امنيه تفجيريه ارهابيه، محاوله اغتيال اللواء محمد ابراهيم المحاوله الفاشله، العربيه كانت واقفه صف تاني، صف تاني في محور بيتحرك فيه وزير الداخليه، دي مشكله مرور ولا مشكله امن ولا مشكله ايه بالظبط؟ مشكله وزاره. مين المسؤول عن التامين؟ مين المسؤول عن المرور؟ مين المسؤول عن ركابه؟ حاجات كتير قوي. مين اللي بقى عرف المرور بره يا فندم؟ مين اللي بيحط خط السير؟ في عرف المرور بره هل ينفع الوزير يعدي من على تقاطع مترو زي ده والدنيا مكسره ولازم يهدي وفي تقاطع حر زي ده؟ ثلاث اربع خطوط سير وهو اللي بيختار اول ما ينزل انهي خط سير انا فيهم، فبيبقى ده مش معروف بالنسبه للناس لان الارهابيين مش ممكن يحط كمان في كل الخطوط. ده زي نفس خطوط الرئيس، نفس خطوط رئيس الوزراء. في جهاز مسؤول عن خطوط السير وهو الشخصيه المحميه هو اللي بيختار. فكره بقى المواكب ونرجع للناس تقول ايه انتوا كده عايزين يا جماعه ترجعوا تاني فكره عارف المواكب دي بيقفل الطريق بالنص ساعه والساعه ضد الشخصيه المحروسه، ضد الشخصيه اللي بتحرس لان بعلن عنه اهو مظبوط اللي عايزه عدى من هنا استنوا هنا. لا 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 ده كلام فكر ابها ومنجها والكلام ده لازم يتلغي. بس انا عايز اقول لك على حاجه. اتفضل. النقيب النقيب اللي مات ده احمد ابو دومه، احمد الله يرحمه الله يرحمه ربنا يجعله يتقبله الشهيد عنده وكل يا رب وكل الشرطه بتوع الامن ولادي الشرطه والجيش والجميع يا رب الجميع يا رب طبعا. انا عايز اقول ليه احنا كوزاره الداخليه بنفضل ماسكين على رتبه النقيب وبنديله مرتب النقيب ما يمشي بالتدرج مع زمايله يا اخي؟ هو اولاده مش بيكبروا؟ بمعنى ايه يا فندم؟ هو مراته مش بتكبر؟ هو بيرقى للرتبه الاعلى كانه موجود في الخدمه وهو كان زميلي وانا نقيب، انا دلوقتي بقيت لواء لمساعد وزير ابقى هو بياخد مرتب مساعد وزير فهمت وازيد مني خطوه. بمعنى الشهيد اللي كانه في الخدمه نتيجه تاديه بي 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 بيتوفى او يستشهد نتيجه مش كفايه ان اديله رتبه واديله معطر لا فيه. يبقى رتبته ماشيه ومستلزماته الماليه ماشيه ومستحقاته الماليه كانه في الخدمه بلس ليها اللي هديه اوفر اند اباف للشهيد. والله دي ده اقتراح غايه في الانسان ده يعني انا بنادي بيه الناس دي علشان نديهم تشجيع لان الناس دي مش عايزه مقابل. يعني انا كنت في ازاله القنابل كتيبه ازاله القنابل في حرب 73 ومصاب احد ابطال حرب اكتوبر ومصاب في حرب 73 في القنابل في قنبله سنيك اي في تامينها في شاوة لما استعجبونا اشتغلنا معاهم. انا النهارده بقول انا ما كنت بشتغل كنت منتظر لما ابقى شهيد هيدوني ايه
لا والله لا هي الشهاده الحقيقيه لا والله دي مرتجاه من الله سبحانه وتعالى بس يعني. انا لما اسيب ورايا بقى ناس ربنا مش هنساهم طبعا يا بس دول من حقهم يبقى الناس اللي يساعدوا بنفس زميلهم الضباط اللي داخلين دول يبقوا داخلين وهم عارفين ان هم اولا اجرهم عند الله انما اولادهم واهلهم سابينهم وراهم وان وراهم محميين شوف بقى يبقى وإن وراهم جهاز ما بينساهمش وماشيهم مع ترتيب زمايلهم تمام عموما بس انا بشكر حضرتك في النهايه ونتمنى ان احنا نشوف مصر دايما بخير انا عايز اقول لك بس مبادره كده صغيره قبل ما نهتم اتفضل ونقول ايه انا بقول من القناة الجميلة بتاعتكم دي انا عايز ابتدي بمشروع تعليمي لقائد السيارة لغاية ما الدولة تعلمه حركة العايز أيوة. بشكل أيوة. بشكل ماذا خدمي تعرف أهلي. ماذا تعرف عن كذا لما تيجي تخش العربية كذا طيب. تقرأ كذا الخطوط دي معناها كذا السنبوكسات اللي بتقف عبد الخالق ثروت المربعات الصفراء كده احنا كذا. مع حضرتك يا فندم احنا بس ادعونا لده واحنا هنيجي نلقي الضوء دي مسؤوليتنا انا بدعو اهو احنا جاهزين حضرتك قول لنا امتى واحنا جاهزين يا فندم حبيبي حاضر انا مش بتاع حضرتك. انا مش بتاع كلام لان انا وما املك للمحروس ربنا يديك الصحه بقولها لك اهو الكوره في ملعبك الله من امثالك استلم بلغني وقول لي امتى حاضر يا فندم وانا على تليفون شرفنا ايوه يا فندم شكرا جزيلا سياده اللواء يسري الروبي الخبير الدولي للمرور والانقاذ والتدخل السريع في الحوادث اشكر حضرتك يا فندم اهلا بيك اهلا بيك كريمه جدا شكرا جزيلا لحضرتك ومشاهدينا نشكر لكم طيب المتابعه كنا معكم منذ 12 ظهرا ظهر هذا اليوم وحتى الان بالتاكيد غطينا لحضراتكم كل ما ينبغي من احداث واشياء تحدث على ارض المحروسه كما يقول سيادة اللواء لنقدم عليكم لقاء آخر إن شاء الله إلى اللقاء